بص الاكل الجامد ده على الفيو الرايق ده وعرض ب 22 جنيه، جايبه لك اخر الفيديو. كل ده عند تشيكن شيستر سواء فرع سموحه او فرع جليم. صباح الفل معاكم الرايق، الفل الرايق، ويلا بينا كفايه كلام كتير ويلا بينا نبدا. اول حاجه بالابيتايزر البطاطس، البطاطس هناك حلوه قوي وعليها بهارات مخليه الطعم جامد قوي. جينا بقى تاني حاجه كده للاونيون رينجز، هي الصراحه كانت حلوه بس يعني مش قد كده، وصوص الباربيكيو كان حلو للناس اللي بتحب صوص الباربيكيو. لو البطاطس خلصت منك زي حالاتي تعالى اقول لك تعمل ايه. هو بقى ده عرض بطاطس الريفل من تشيكن شيستر، يلا بينا بقى. جبنا بطاطس تاني، سيبنا بقى من البطاطس دلوقتي وخلينا كده نسمي الله ونبدأ في أول سندوتش، وأنا هسميه سندوتش الوحش تكساس. السندوتش ده رايق بمعنى الكلمة، وبيستخدموا بقى فيه بقى بص كده قطع فراخ صراحة تتبيلتها حلوة قوي ورايقة. بس خلينا كده ناخد قطمة كمان من السندوتش. لا يا جماعة السندوتش ده بيزود معدلات السعادة في الحياة الصراحة، زود يا ابني بطاطس وخف بني ادمين. ما تاني هي حاجه بقى بقى جربناها رانش تشيكن، بص بقى كده على شده المونزاريلا ستيكس كده وجمالها، سميت الله وبدات ادوق. صوص الرانش حلو قوي، وميكس المونزاريلا ستيكس مع الرانش والستريبس الصراحه جامد قوي. الساندوتش ده راي. ايوه البطاطس، البطاطس ايوه البطاطس، البطاطس ولا. نيجي بقى لتالت سندوتش معانا، تشيزي سوبريم، وده للناس اللي بتحب الجبنه زي حالاتي. السندوتش ده متغرق جبنه والعيش كان طازه واخد تحميصه كده رايقه قوي. السندوتش ده قنبله جبنه وهيعجب الناس اللي بتحب الجبنه قوي. تشيكن شيستر طلع رايق ويستحق التجربه، ومعانا عرض للرايقين باكت البطاطس ريفل وب 22 جنيه بس. تجربه رايقه اديها 8 من 10 والقعده اروق واديها 10 من 10. لو لسه بتتفرج فانا اشكرك جدا، لو عجبك الفيديو لايك وشير وما توقفش روقان عندك.